من ضمن الاسئله عاوز اشتري عربيه مستعمله في حدود مئة ألف وخلي واحد امين يشتغل عليها اوبر هل الموضوع مجدي ولا يظهر فيه مشاكل الحقيقه مع احترام حد امين دي دور لكن آه فكره عربيه ب ألف صعب آه في الوقت الحالي لانه غالبا اوبر بتقلب بتقبل من وخمسة 2005 واربعة على حد يعتبر ممكن حد ياكد لي المعلومه هي مجديه مجديه جدا والرزق طبعا على الله ولكن طالما انت مش اللي هتشتغل عليها بلاش تشتري افضل عشان تقدر تكسب من شغلانة اوبر دي لازم توافر ثلاث عناصر عربية كاش مفيش عليها جنيه قسط انت اللي بتكون بتشتغل عليها العربية تكون بقدر الامكان غاز وليس آآ 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 وليس آآ يعني آآ منتجات بترولية يعني اللي هي بنزين غير كده نصيحة مني حاول انك تضع ده في الاعتبار وربنا يكتب للناس الرزق الحلال ان شاء الله وقولولنا في التعليقات يا ترى لو حد يا سيدة هيجيب عربية ب ألف هل هيقدر يشتري عليها لو إن شاء الله حد أمين ولكن التجارب بتقولنا عكس ذلك وربنا وفقه ويكتب له كل خير بإذن الله